اني بريميرمون الحاجه اللي يثبتوني ليها اليوم يعني الروح الكبيره للاعبين على ارضيه الميدان، يعني مشكورين على الاراده وعلى يعني طيله اطول المقابله مالغري يعني كنا مناسبين سيرتا مومون يعني في مع نهايه المقابله، مي شفنا باللي امنا كله يعني باش نعاودوا نرجعوا في النتيجه، وكنا يعني قادرين بالك باش نروحوا بالزاد كامل. الشيء هذا اللي ثبتنا نسوليليوه اليوم على الروح الكبيره اللي فات طيله ادوار المقابله. اما فيما يخص يعني المشاكل الماديه احنا ديما رانا نهضروا عليها، فريق بشركات فريق بلا شركات، عينا من هذا الكلام تمشي شيخ. بيان سير دوك عينا شاك فوا تهضر ما كانش صدى الشيء اللي راك تهضر عليه، احنا بالامكانيات اللي راهي يعني متواجده رانا نمشيو، ما ناش نقولوا يعني رانا خايبين في اتحاد بسكرة، هذه حاجه اللي ثبتها ثاني كيف كيف يعني نشيروا ليها. اللاعبين راهم متقاضيين يعني لي بريم تاعهم ابار لي دوماش بارادو وشباب الوزاد، يعني اليوم اللي مازال ما تقاضاوش لي بريم تاعهم، لي صالار يعني كان كاين تي روطار 3 موا ان شاء الله، مي باذن الله مع الوقفه تاع السلطات المحليه هذا الشيء المتنفس الوحيد للفرق هذه اللي ما عندها الشركات. السلطات المحليه ان شاء الله على راسهم والي ولايه بسكرة. ثاني حاجه اللي ثبتني شير لها يعني نشكر رئيس بلديه بسكرة الاعانه ثاني كيف اللي مدها يعني صافي بالك اون سومان اللي دارها بالاعانات هذه رانا نمشيو بيان سير بلي بيان ثاني كيف كيف تابعينا ثاني كيف كيف نقولوا باللي رانا نمشي وماناش خايبين وماناش ملاح. انت كي تشوف يعني اليوم فريق نقول مدجج يعني باللاعبين وبالامكانيات الماديه الكبيره، وتشوف فريق اتحاد بسكرة يعني كيفاش سير سيرتو يعني الشوط الثاني كيفاش كان، يعني كانت كان كونسيرفاسيون كان كاين نسوج كبيره يعني بالك 4 ولا 5 كثير كانوا اذا كانوا كادري بالك كانوا ديبوت. يعني لعبنا ما سرقناش النقطه هذه من المقابله تاع اليوم، يعني كنا يعني ند للند طير ثاني قلت لك ادوار المقابله. شكر كبير يعني للطاقم الفني واللاعبين، وان شاء الله بالروح هذه نزيدوا نلعبوا بها مقابله تاع الام سي يو والمقابله ثاني كيف تاع اتحاد العاصمه، ونديروا البيرون تاعنا تاع لافازالي ان شاء الله، ومن بعد نتكلموا على لافاز روتور.